السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الإخوة الأفاضل، أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفضلونهم على جميع البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن محبتهم من محبة رسول الله، ومحبة رسول الله من محبة الله جل وعلا، فهم يترضون عنهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم، وذلك للأمور التالية: أولاً، أنهم خير القرون في جميع الأمم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي المئة الأولى، ثم المئة الثانية، ثم المئة الثالثة. ثانياً، لأنهم نقلوا لنا الشريعة الإسلامية، فهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته. ثالثاً، ما كان على أيديهم من الفتوحات العظيمة في مشارق الأرض ومغاربها. رابعاً، أنهم نشروا الإخلاص والصدق والنصح وغير ذلك من الأخلاق العظيمة التي لا توجد عند غيرهم. قال تعالى مثنياً عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآية. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النجوم أمنة للسماء، أي أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أي تساقطت، وهذا يكون يوم القيامة، أتى أهل السماء ما يوعدون، أي القيامة، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب وحصلت فتن كثيرة. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي ما يحصل بعد وفاة الصحابة، أو ما حصل بعد وفاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور البدع والفتن. وهذا الحديث يدل على فضل الصحابة ومكانتهم العظيمة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولما قيل لعائشة إن أناساً يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أبي بكر وعمر، قالت: ما تعجبون من هذا؟ أناس
انقطع عنهم العمل فأحب الله عز وجل ألا ينقطع عنهم الأجر. وروى الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمشهد شهده أحدهم يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر مثل عمر نوح عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه الله لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم الله تعالى وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. وقال أيضا رضي الله عنه لأصحابه أنتم أكثر صلاة وأكثر جهادا وأكثر صياما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منكم. قالوا: وبما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملوا صالحا وأكلوا طيبا وقدموا فضلا، لم ينافسوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يجزعوا من ذلها، أخذوا صفوها وتركوا كدرها، لم تتعاظم في أنفسهم حسنة فعلوها، ولم تتصاغر في نفوسهم سيئة وقعوا فيها، انتهى كلامه. أما قول الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان. يقصد بذلك الرد على الطوائف الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، وقالوا: لا ولاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. وكذلك الطائفة الأخرى الذين سبوا علي رضي الله عنه وأبغضوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة أنزلوهم منزلتهم الحقيقية، المنزلة التي فيها العدل فلا إفراط ولا تفريط. قال الذهبي رحمه الله: وإنما يعرف فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تأمل سيرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته من جهاد أعداء الله عز وجل ونشر الإسلام وتعليم الناس، فلولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا فرض ولا سنة ولا حديث، فهم الذين نقلوا لنا السنن والفرائض والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الإسلام ومرق من ملة الدين، لأن الطعن فيهم إنما يكون عن اعتقاد مساوئهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار لما ذكره الله جل وعلا من فضائلهم. ولأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، ولأن الطعن في الوسائط طعن في الأصل أي في الكتاب والسنة، وهذا إنما يعرفه من سلمت عقيدته من النفاق والإلحاد، انتهى كلامه. أما قول الطحاوي رحمه الله: وبغضهم كفر
ونفاق وطغيان. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الرسول حق والقرآن حق، وإنما يريدون أن يطعنوا في الكتاب والسنة بطعنهم في الذين نقلوا الكتاب والسنة وهم الصحابة، وهم أولى بالطعن وهم زنادقة. وقال يحيى بن معين رحمه الله في تليد، في الراوي تليد بن سليمان المحاربي: كذاب، كان يشتم عثمان، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حسنه الألباني رحمه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.